بسم الله. يلا بسم الله. question 66 صورة كده. what is the diagnosis؟ دي توسة، التوسة بتظهر مع ال أو مع النيو بورن دي. تمام، اسمها نيونيتال تيس أو نيونيتال توس أو نيتال توس. what's common association؟ هي هتبقى سمتها قاعد تجي براها، ومرات مرات بتجي مع البيروبين. ملهاش يعني فيكسد اسوشيشن بصراحه، انا ما اعرفلاش فيكسد اسوشيشن بصراحه. ايوه صح، ما من وات از روشيتد اكشن. انت بتتاكد، لازم تتاكد ان هي انت في كل الاحوال هتشيلها علشان ما تبقاش له. طبعا لو لوز هتشيلها امرجنسي، لو مش لوز ممكن تسيبها لحد ما تبدا تقع لوحدها. بس خلي بالك هي الاهم ان هي لو هي لوز خلي بالك انت تشيلها عشان ما تقعش ويحصل لها سفوكيشن ويحصل لها اسبيريشن والكلام ده كله. بس انت في كل الاحوال هتشيلها يعني، بس ممكن لازم تشيلها دلوقتي. النيونيتال ستيز دي اسوشيتد مع في سندروم اسمه اليس فان كريفلت. هذا مكتوب فعلا. تمام. الكونجنتال توس يوجوال ايزوليتد فايندنج ديسكرايبد اسوشيتد ويز كليفت بالات والبير روبن سندروم والاليس فان كريفلت. انا عارفه ان هي بتجي مع السوتوس. مع مين؟ سوتوس اللي هي جيجانتيزم. احتمال. التوس اكستراكشن از اندرتيكن بيكوز ذا ريسك اوف ديتاتشمنت اند سبسيكوينت اسبيريشن الماتيرنال ديسكمفورت ديورنج البريست فيدنج طبعا بتضيق. الانسيدنس بتاعها بيبقى حوالي واحد في الالفين، يوجوالي تبقى غالبا في المندبلر سنترال سايزر، مندبلر سنترال سايزرز. الاتاتشمنت اوف كونجينيتال تيس از جنرالي ليميتد تو ذا جنجيفال مارجن بس طبعا، وتبقى ده ويز ليتر روت فورميشن وطبعا وبدا سبورت، هينس زير ريموفال از ايزي يعني بتتشال بسهوله حتى لو انت حسيت انها ماسكه فيها. في كل الاحوال انت لازم تعمل لها اكستراكشن يعني. ات مايت بي بريماتورلي ايرابتد برايمري توس which in this case early eruption may be exhibited. في كل الاحوال هتشيلها، بس هي لو لوس لازم تشيلها دلوقتي حالا. لو هي مش لوس ممكن تتساف شويه والكلام ده. طيب كيس 67 3 years old boy was admitted following prolonged seizures. الواد ده اللي معمول للسي تي ديت كان جاي admitted after following prolonged seizures. The CT brain was informed, was formed, performed. في اريا بتاعت كالسيفيكيشن في الفنتريكل وحوالينا برضه تحت في الفنتريكل في الفورست تحت. ايوه في كل حته بتاعت الفرس بارم اللي موجود في اللي هو الانتر هيمسفير ده بيبقى موجود فيه. طيب وات از ذا دياجنوزيس؟ الواد 3 سنين وجاي طبعا برونجس ولقيت قلت في انتر كالسيفيكيشن كبر سكليروزيس. لو اداك ديفرنش ولا طوش الكومن سكوسو، لان هي بس الحته اللي هي اللي ناحيه التوبرس سكلروزس اللي هي الحته دي في هنا كده اللي هو جوه التوبرس اللي موجوده جوه الفنتريكل. هتحس ان الكالسيفيكيشن جوه الفنتريكل زي ما احنا قلنا عليها اللي هي بنسميها سفر من ضمن الكالسيفيكيشن اللي هو البتاعتين البيض دول، ده حاجه جوه الفنتريكل نفسها. دي اللي هي يعني بتقول ان دي اللي هي الابندايمس اللي بتبقى موجوده الابندايم. دي ناحيه اللي هي التوبرس سكلروزس اكتر يعني. الليست فور 3 اوف يور فيتشرز دايجنوز طبعا خلاص هو التوبرس سكلروزس حدث ولا حرج. حاجه توبريم باتش ادينوما سيبيكم بالانجل فايبروما ريتين الهامرتوما رابدو مايوما. تمام. several areas of neural intracranial calcification next to the ventricular system. Several areas of nodular intracranial calcification next to the ventricular system. That tuberous sclerosis. طبعا الحاجات بقى زي ما قلنا حدث ولا حرج اللي بتاعت الاشليف، يعني هي باختصار كلمه اشليف بتختصر حاجات زي الانجيو فايبروما اللي هو الادنوما سيبيشيوم، البري انجل فايبروماز، طبعا الكالسيفايد ريتنال هامرتوماز، المارتبل كورتيكال تيبروس، والبيلاترال رينال انجيو مايولايبوماز طبعا، والاسيت انكلود اللي هو الشجرن باتش والفايبرس فور هيد باتش
والكاردياك ريبدوميسوركوما والهايبومينوتيك ميكيولز طبعا والبلمونر لينف انجيومايوبلاستوزيس ده اللي احنا بنسميها الهونيكومب بلانك. ده اتزومال دوام طب خلاص عارفينه. وحوالي 60% 50% من الحالات بيبقى فيها نيو ميوتيشن. طبعا السيجر كل بيجي فيه كل السيجرز بتبقى موجوده فيه. 65% السيجرز بتبقى موجوده بتبدا بالانفانتيل سباز. الايج اوف السيجرز والديجري اوف منتال هانديكاب ريليتد تو ار ريليتد اللي هي الايج اوف سيجرز والديجري اوف منتال هانديكاب بتبقى ار ريليتد. يعني كل ما بدا السيجرز بدري كل ما بانت المنتال هانديكاب اكتر، كل ما بدات متاخر كل ما كانت طبعا اللي هو المنتال هانديكاب اقل. الهايبومينوتيك ماكيولز هي بتاع اللي بتبان بالوودز لايت اوفر 50% اوف تشيلدرن والديفلوب ترابدوميسركوما. الكرينيال سي تي في الاول ممكن تبقى نورمال في الفيرست يير اوف لايف كمان طبعا، وهو موجود على كروموزوم زي ما احنا قلنا امبارح 9 و16، مش 9 و11، موجود على 9 و16. طيب صورة بيبي وقال لك what is the diagnosis what obstructive procedure was performed what is the natural history. الحتة اللي قدام دي حاجة الفاكيوم والحتة اللي ورا دي كانت كفاله هيماتوما. نزلها شوية عالية عشان تشوف الكفاله هيماتوما لأنها محترمة السوتشر. وديت اللي اسمها الشينون ده اللي هو الشكل بتاع الشيب بتاع الفيكام او اللي هو بتاع الاستراكشر. طبعا الاوستراتيك بروسيجر اللي احنا قلنا ان هو عمل له اللي هو اسمه ايه ديت اللي هو فاكيوم اسبيريشن شد يعني بالفاكيوم نزله كده. وطبعا الناتشورال هيستوري يعني الناتشورال هيستوري طبعا انا قلت يعني تعيد التطور بتاع كفاله هيماتوما شنو. يعني مثلا يوم يحصل لها ريزوليوشن او مثلا ثلاث شهور يحصل لها ريزوليوشن ممكن تعمل مثلا كالسيفايد او يحصل لها هيموريج او يحصل مثلا انكون جوليها هيبوبيروبينيميا او مثلا يحصل سيبسيس او يحصل مثلا هذا اللي قريناه امبارح. ايوه صح تمام تسلم. ده قريت برايتر كفاله هيماتوما فيكام شينون اللي هو فيكام شينون او الشينون او الشاجون او زي ما تقولوها تقروها ده. وطبعا في زي ما انت قلتي على الرايت برايتال كفال هيماتوما ده اللي هو الفيكام اكستراكشن. طبعا الموست كفال هيماتوما ريبورتد وزن 2 وزن 2 ويكس لحد يعني من 3 شهور من اسبوعين ل 3 شهور ديبندنج اون ذا سايز. افيو ريمين بوني بروتومرنس ممكن تبقى موجوده يعني ممكن تبقى موجوده يعني مكانها كده على حته بني كده بتبقى موجوده فيها او مثلا حواليها بتبقى ممكن تقعد سنوات. ممكن لو حصل لها خاصه لو حصل لها كالسيفيكيشن بتتكتب بالشيست اكس ري زي ما احنا شفناها امبارح اللي هي بيبقى وايدن اوف ذا ديبلوك تيشو او اللي هي بتاع الرسمه اللي احنا شفناها امبارح. الكفاله هيماتوما ار يوجوال انفيزبل انتل سيفرال اورز افتر بيرث طبعا لحد ما بيحصل سبر اوستيال بليدنج از سلو بروس لان هو بيبقى فيه سبر اوستيال هو البليدنج بيحصل في مكان اوريدي ضيق فطبعا مش هيكتر بسرعه. الاندرلاينج سكال فراكشر يوجوالي لينر طبعا اند نوت ديبريست از اوكيجنالي اسوشيتد وذ كفال هيماتوما. الكفال هيماتوماز مي بيجن تو كالسيفاي ات ذا اند اوف ذا سكند ويك. ده ممكن يحصل لها كالسيفيكيشن كمان في يعني في ات ذا اند اوف ذا سكند وي فممكن يحصل لها الكالسيفيكيشن بدري يعني ما تستبعدش حكايه الكالسيفيكيشن دي. وزي الصوره اللي احنا شفناها بالظبط امبارح في اللي هو في تقريبا في الكتاب ده. طيب this is just x-ray of two old units who present with cardiovascular collapse and acidemia. الواد ده جاي تو ديز وجاي بكاردوفاسكولار كولابس واسيديميا وعملنا له شيست اكس ري اللي عنده ده. كارديوميجالي عنده كارديوميجالي صح. في ترانزفيرس ريب ايج اون ذا سايد مش عارف
فوقهم هدم كلها بالثمانات يضغطون. نعم لو هو مش قال لك كولابس تو دايز معناها ضغ ديبند الليجن ناس الاورتيك ستينوزيس والحياه اللي هناك توتال ابونس بانوني فينس سترينج هي كلها بتاعت الضغ ديبند الليجن دي بتعمل يا بص هو الكومنس كومن هو طبعا الموست كونجنتال سانوت كارتيز وخاصه بس اللي هو التي جي اي طبعا واللي هو يعني احنا بنقول لو انتم فاكرين ساعه ما احنا قرينا في السرفايفل قلنا في حاجات تحصل في الفيرست اورز في حاجات تحصل في الفيرست دايز في حاجات تحصل في الفيرست ويكس وفي حاجات تحصل في الفيرست مانثس. الحاجات اللي بتحصل في الفيرست اور اللي احنا قلنا عليها المخارج المخارج دي اللي بتاعت البالمونر ستونوز والاورتيكوستونوز والبالمونر اتريزيا والهايبوبلاستيك ليفت هارت سندروم اللي هي بتحصل في وزن اورز اللي احنا قلنا عليهم الكبار اللي هو التي جي اي والتترولوج اوف فالوت اللي بتحصل في الفيرست ويك اللي بتحصل في الفيرست ويكس اللي احنا قلنا عليها بتاعت الاورطة بتاعت الاورطة كستنوز والكاركوتيشن اوف زاورطة والحاجات دي واللي هي بعد كده اللي فيو مانسز بقى دي اللي زي اللي هي اي حاجة زي الفي اس دي والاي اس دي والحاجات دي اللي افتو طرايت شانس. يعني لو خدنا المعلومة دي بتاعت السيرفايفل ونزلناها على الواد ده يبقى غالبا هو الواد ده حاجتين يا يطلع هيطلع توف يا هيطلع تي جي. بما انه هو ده مش كيرل سابو بتاع التوف ولا الويستد الحته بتاعت الويستد بتاعت البيس والله احنا ممكن نمشي مع يعني ايه جوند سايد ولا دكتور هو مش مد قوي بصراحه عشان بس يعني بس احنا بنقول الكومن اس كومن فهنمشيها مع التي جي يعني مش هي مش تي جي بس هو قال لك يعني انت هو قال لك اسيديميا ان كولابس اللي بتعمل اسيديميا ان كولابس ده من حاجات ليفت سايدد اوبستراكشن او ليفت اوبستراكشن ففي الغالب يا كريتيكال اورتيك ستينوزيز يا كواركيتيشن حاجات دي. طيب وزن انفستيجيشن هنعمله هنعمل له استاره ونعمل له ايكو ونعمل له او سي جي ونعمل له نفس الكلام بالظبط. What is your agent therapeutic intervention is needed اللي هو طبعا لازم تحط تعمله بروستاجلاند تستس ايوه انت سامعني؟ ايوه سامعينك اتفضل. طيب فين الكلافيكل؟ فين الكلافيكل؟ الكلافيكل باينه فوق بس مش جايه في الصوره تقريبا. في عظمتين كده فوق بعد الـ بعد الـ بعد الصراص الكيش بالريبس ده كده بس مش عارف. ايوه دول تقريبا دول يبقى احنا حطينا ديفرنشال دياجنوز ما بين اللي هي التي جي اي وزي ما انت قلت اللي هو الحاجات بتاعه الاوبستراكشن الليفت فينتريكل اوبستراكشن هي الدكت ديبندنت ريجن. ما هو لازم يكون دكت ديبندنت. ده ليفت فينتريكولار اوت ليت اوبستراكشن طبعا عن طريق الزوزه بوسيبيليتي اوفر هيلمنج سيبسز طبعا لازم انت تتكفر لازم تحط في دماغك انه ممكن يكون سيبسز. يعني الاسسمنت اوف ذا فور لمب بريشر ده مهم جدا عشان خاطر الكاركتيشن ونعمل اي سي جي ونعمل كروس سكشن الايكو كارديوجرافي كارديوجرام ونعمل طبعا انفكشن سكرين. التريتمنت اللي هو الحاجات الامرجنسي لازم تركب بروستاجلاندين تحط ميكانيكال فنتيليشن وبرود سبيكترم انتي بايوتيك وتعمل ريفيلر للكاردياك سنتر. لا هسه يا دكتور عيد انتوا شايفين في الاكس راي فيش يعني الفايندنج بغض النظر عن الكارديوميجالي بس كارديوميجالي بيزكلي بس النيونيت هو بريزنت واز هارت فيرير وده كان جايب هارت فيرير وفي ريفراكتور اسيدوزس طبعا ديورنج ذا فيرست سكند ويك اوف ذا لايف ده بيعتبر من البيدياتريك ايمرجنسي. طبعا الليفت سايد اوبستراكشن والدكت ديبندنت سيركيليشن اكاونت فور ذا ماجورتي اوف كيسز الليفت سايد اوبستراكتيف ليجنز. طبعا ابسنس اوف ذا فيمورال بالسس از دايجنوستيك فور كارتيشن اوف ذا اورطه. Absence of the last of the pulse في left atrium أو في left arm ده معناه interruption of the aortic arch. طبعا generally poorly pulse aortic stenosis أو left hypoplastic heart syndrome. بس ممكن بعد إنك يا دكتور عيد تشرح لي هذا المقطع absence في left hand معناه شلون ما فهمت؟
absence of the femoral pulse خلاص انت عارفها absence of femoral pulse معناها coarctation of the aorta اللي هو بتاع descending aorta خلاص دي معروف ماشي طيب. في عندك انت ثلاث حاجات يعملوا زي بعض اللي هو الانترابت طيب. aortic arch والcritical aortic stenosis والcoarctation of the aorta لو لقيتي الرايت الريديال والليفت ادر المحسوسين والفيمرال هو اللي دليد او مش محسوس ده coarctation of the aorta لو لقيتي ان الرايت ريديال محسوس والليفت ريديال محسوس الفيمرال محسوس ولا مش محسوس مش فارقه معاكي لان انت لازم طالما حسيت الرايت حسيت يبقى دي مشكله في الارش بتاع الاورطة دي مشكله في الارش بتاع الاورطة اللي احنا بنسميها ترابتوت اورتيك ارش قبل ما يبدا يطلع الليفت سبكليفيان ارت لو انتوا فاكرين الرسمه قبل ما يبدا اللفت سبكليفيان ارت يبقى دي مشكله في الارش بتاع الاورطة يعني من السندنج الارش وبعد كده ديسندنج اورطة اللي هي الحته بتاعت البالمونر اللي هو الكريتيكال اورتيك ستروزز هو بيقول لك اغلى يعني ما فيش بريفرال بالس يجي يقول لك البريفرال بالس سواء ريديال بالس سواء على الليفت او على الرايت او فيمورال بالس او يكون البالس موجود في كلهم زي بعض بس ويك هو ده بتاع الكريتيكال اورتيك ستروزز على حسب الاناتوميكال سايت انت بتقدر تقولي ايه اللي هيتاثر طبعا في الديسندنج اورطة بتاع الكوركتيشن اوف ذا اورطة وحتى اللي هو الموست كومن بعد الاورجن بتاع اللي هو الليفت سبكليفين ارتري فكان عندك البلاد سبلاي للابر لمب كويس والبلاد سبلاي للور لمب هو اللي ضعيف فمش هتحس الفمر الارتري اما تيجي عند الارش بتاع الاورطة قبل ما يطلع الليفت سبكليفين وبعد ما طلع اللفت الرايت سبكليفين او اللي هو الرايت انومينيت ارتري اللي هيتقسم بعد كده للي هو الكومن كاروتيد والرايت سبكليفين يبقى ده اللي هو بنسميه احنا الانترابتد اورتيك ارش وده الكومونست السندروم اللي بيبقى اسوشيت معاه اللي هو الدايجورج سندروم. شكرا شكرا شكرا. الحته بتاعت الاورتيك ستروز دي بكل ما هو ايه؟ السلام عليكم. ايه؟ الاستورايزنج بلس اللي هو معنى الاورتيك ستينوزيس. طيب احنا فين بسم الله الرحمن الرحيم ذا ميجر ديفرنشال دايجنوزز اللي هو السيفير لاسيدوتيك كولابسد انفان طبعا الاوفر هيرمونيك سيبسس لازم تحط السيبسس في حسبانك في اي حال من الاحوال بعد كده طبعا الاوبستراكتد توتال الاوبستراكتد توتال بالمونري فينس درينج طبعا ميبي بريزم تو سيميلر بالتاكتس فينوزس اول ما تقفل التاكتس فينوزس بعد كده الشيست اكس راي طبعا والبلمونري اديما وزوت كاردوميجرام ممكن تحصل ده اللي هو بتاع التوتال بلمونري فينس ريتين طبعا بيبقى فيه لانجو اوليجيما طيب كيس 70 عيل وجايبه What is the immediate action to take you after birth? What is the major abnormality associated with this condition? دي الجاستر كيسز دي عشان ما تستعيش مغطي الجاستر سكاسز بالظبط تمام ايه اللي هو بقى اللي هتعمله اول ما العيل اتولد اول حاجه احس نلف بكلينج فيلم حط الشاشه بتاعت السرعه خلاص كويس معاك عليها يعني غطيها بايه كفر لسه قايلينها من شويه دي اول حاجه لازم تكفر عشان تعمل تقلل الفبريشن وبعدين اركب له انجي ماشي وبعدين خلاص اوديه البيدياتريك سيرجري تمام ما عندي انا ما طيب. عندي وده وات از ذا ميجر ابنورمالتي اسوشيتد وذ ذس كونديشن في اكثر من كده ابنورمالتي لا اسوسيشن معه وجاي ليفر بس سؤال يعني هو هذا البيبي وين كان مات الامبلايكال كورد؟ اللي؟ الامبلايكال من كان يعني أمه يعني وين كان الامبلايكال؟ من وين مدعى قال المكان؟ الامبلايكال ممكن يكون بالجهة الثانية لينا طب كيف طلعوه هالشكل هذا يعني؟ كيف طلعه هيجي؟ هو اصلا بيطلع كده عارف ما فهمناش لا ما انا اتخيل يعني هو كيف طلع كيف طلعوه يعني يعني كيف طلع ازاي هادو يا لينا يبدو انتي ناتلي دايجنوز فمعظمهم يبدو سي سكشن فيطلعوهم ويبدو فيري سيك هادو يعني مرات they don't survive
دكتور عيد ممكن تجمع يعني. نعم نعم اتريزيا الانتستين مثلا عشان ايليا الاتريزيا ايليا الاتريزيا تقريبا تيجي معهم تستنل وستركشن او تستنل اتريزيا. طيب جاستروكيزيز بريفنت طبعا الهيد والفلويد لوس كفرنج ذات ديكت بتعمل كوركت الهايبوناتريم الهايبوبروتينيميا باي جيفنج سفيشنت بلازما طبعا بريفنت الابدومينال ديستنشن باي باسنج اللي هو اللارج نوزوجاستريك تيوب وطبعا تعمل لهم ريفير للسيرجر مهم جدا وده اللي كومن اسوشيتد بروبلم اللي هو الانتستان الاتريزي الانسنس بتاعها 1 في 60,000 انكريزنج ويز ريسنت ييرز ليسل طبعا ابنورماليتيز ار ليل زي الحاجات بتاعت الفريكوينت اسوشيشن وسنترال ترانجول ريتارديشن اكستنسيف بروتين لوس ميوكيرز في الباول اند بورلي او من عن طريق البروتينيال كافيت كمان السيرجيكال ريبليسمنت انزيم تيستد از ابري بروتينيال انتو ذا بروتين يعني السيرجيكال ريبليسمنت اوف انزيم تيستد ان ذا بروتينيال كافيتي هات ممكن تاخد تو ستيجز بروسيجرز اس بيرفورمينج الباور ريسكشن فور اسكيميك دامج ان سام تايمز ريكوايرد الانترافينوس نيوتريشن اوكيجنالي از ريكوايرد فور فيو مانثس طبعا the mode of delivery doesn't affect the outcome but optimal most neonatal care assessment يعني حتى the mode of delivery مش بتأثر معك أو في الليجن هو اللي بيأثر معك كويس اللي هو the optimum most neonatal care تمام يا رب case 71 An unit underwent surgical repair for oxanthus minor. Oxanthus minor. أو يعني سماها oxanthus minor اللي هي برضو إيه انفلوسيل صغير كده ولا حاجة. After بيرسمين اللي بيبقى معاه انفلوسيل ويبقى معاه الواد ده. بالضبط ده اللي هو الماكرو. صح. هيجي يقول لك إيه الإرجنت وإيه اللي أنت تعمله بعد كده. الإرجنت طبعاً تعمل له تعمل له رمت بلاد شوجر. لا الدايجنوز بتاعكم هنا شنو؟ ما تركزي حتى ممكن معاهم شوية بيك ويز فيدمان سندروم وصلت؟ ايوه وصلت طيب لكن هنا يعني اسوشيشن مع الاكزامبال هو بيبقى معاه انفلوسيل ومعاه ماكرو جلوسي وهايبوغلاسيما والمستيومر ومايكرو يعني اورجانو مجل عامه وهيما هايبرتس كل الحاجات دي المانيفستيشن بتاعته طبعا وده لازم تعمل له الترا ساوند خلي بالك عشان يقول المستيومر طيب ده بيك ويز فيدمان سندروم وتعمل البلاد جلوكوست واكسكلود الهايبوغلاسيما وتعمل سيريال ابدومن الترا ساوند فور سكان فور نيوبليزيا الواحد بتاعه تقريبا الانسنس بتاعه 1 في 14000 البيك ويز از بروفيسور اوف بيتياتريك باثولوجي كان في جامعة واشنطن وده كان interested in tumor pathogenesis and classification clinical features بتاع البيك ويز فيدمان سندروم are the anterior abdominal wall defect the high persuade والماكروغلوسيا والO والair loop groves والهيم هايبرترفي طبعا بيبقى فيه نيونيت الهايبر هايبوغلايسيم عشان خاطر الهايبر انسونيميا من 30-50% طبعا result in mental retardation if untreated النيوبليزيا وخاصة الويلمس تيومر والأدنينا كورتيكال كارسونوما حوالي 7.5% طبعا 40% بيبقى معاه هيم هايبرتروفي و 3% ممكن يبقى أبسنت and اللي هو الميلت سيديمانسز أبدومن الألتراساون طبعا سكان عشان خاطر انت تشوف الفيرستير اوف لايف ده كل تقريبا كل 3-4 شهور بتعمل له ألتراساون عشان خاطر تدور على الويلمس تيومر البيك ويز فيدمان سندروم is an etiological of heterogeneous and small duplication of chromosome 11 يبقى البيك ويز فيدمان على كروموزوم 11 التيبروس سكروز على 9 و16 النيوروفايبروماتوزز على 17 و22 الفون والبراند على 12 It has been found in some patient البرادر فيلو والانجل من على 15 الويليامز على 7 والسيستك فيبروز على 7 زوز ويس 11 مش عارف ايه دوبليكيشن ار مور برون تو نيوبليزيا ات از انترستد ذات ذا سيم دوبليكيشن از فاوند ان انفانت ويز نيوبليزياز زي الويلمس تيومر
but there is no feature of glucose Goodman syndrome. يبقى اللي هو ال 11 بي 15 ده دوبليكيشن مرات بيبقى يعني سبيسيفيك للنيوبليزيا. هو كومن مع الـ مع الجلوكوز فينر سندروم عشان بيعمل نيوبليزيا، بس مرات بنلاقوه موجود مع النيوبليزيا حتى من غير ما يبقى فيه جلوكوز فينر سندروم. دكتور عيد سؤال بس، هل في increased risk للنيوروبلاستوما مع الجلوكوز فينر؟ النيوروبلاستوما والهيباتوبلاستوما طبعا يمكن اشهر من النيوروبلاستوما، بس طبعا يعني كلهم يعني لو كومن خالص اللي هي الكومنست اللي هو المولمستيومر. مشكور دكتور. هو البيكوز ويدمان ده اللي كان شبه حاجة كده بحرف الاس سيلفر، راسل سيلفر صح؟ لا عكس ده، هو عكس الراسل سيلفر خالص. انا قصدي في الامبرنتنج وال ايوه في الامبرنتنج. البيكوز فينمان ماشي مع البرادر فيلو، والراسل سيرفر ماشي مع الانجل مان. تاني البيكوز فينمان، بص البيكوز فينمان مع البرادر فيلي الاثنين فيهم يعني نفس القصه بالظبط، والراسل سيرفر هو الانجل مان مع الانجل مان. ماشي تمام. بس الكروموزوم يعني بتشابه مع راسل سيلفر كلهم. ما هي قصدها على جينوميك امبرنت اللي انا عارف قصدها عليه. ايوه هي 15 كيو 11 دي 11 بي 15 اللي هم راسل سيلفر وبيك ويدمان بالظبط كده. طيب this is a cross sectional echocardiogram. الفور شمبر بتاعته طبعا اوف انيوبون، احنا اول مره نشوف ايكوكارديوجرام في حياتنا يعني. What is the abnormality؟ طبعا موجود الفور شمبر. What is the abnormality؟ What is the prognosis؟ What is the VSD؟ في VSD؟ هي واضحة بصراحة يعني، الحتة اللي تحت دي بتاع اللي هو الـ هي يعني. أيوه دي. طب الـ prognosis اللي هو VSD بس واحدة. لا لسه حمرة كتير. أفصل أفصل بتجاز وسريع سريع سريع. How would you manage your patient؟ يعني ما أعتقدش. طيب قالك the VSCD ventricular septal defect echogenic drop في الهاف بتاع السرو اللي هو sick ventricular septum. The prognosis depend on the size and the position of the VSCD اللي هو طبعا والحاجات الفسيولوجيكال تشينز اللي بتحصل. Which take place as a result of blood flowing from the defect. A small defect usually closes spontaneously. Most of them during the first the second year. يبقى كل الحاجات اللي هي السمول بتقفل spontaneously، وده تقريبا بتقفل في اللي هو الفيرست والسكند year of life. A large defect ممكن تعمل congestive heart failure، وده طبعا بتعمل potentially for pulmonary hypertension. Excludes the other associated cardiac anomalies. طبعا الايرل فولو عن 4 ل 6 ويكس، الميديكال تريتمنت اوف هارت فيلير، السيرجيكال كلوجر اف ذا هارت فيلير سبور لكنترول اند ساينز اوف بالمونر هايبرتنشن ديفلوب. طبعا بكتيريا اندوكاردايتس بروفلاكسيس هون انديكيتد زي بعض هون انديكيتد. The pulmonary vascular resistance is a healthy and healthy newborn من 7 ل 10 ايام patient with VSD and this is delayed من 4 ل 6 months hence. The fact that the large VSD are often not clinically detectable during the first months of time. يعني مش هتسمع لها مرمر عشان خاطر هو ما عندوش بريشر جريدينت يعني. يكون عايز يقول كده. الايرلي ريكوجنيشن اوف ديفلوبمنت اوف بالمونري فاسكولار ريزيستنس طبعا از بيسد اون ذا اسيسمنت اوف ذا بالمونري كومبوننت اوف ذا سكند هارت اوف ذا سكند هارت ساوند. لو انت والله ذا دبلي كوميتد سب ات ارتيريال ديفكت هاف بين فور ادكوات انفانديبولار بالمونري ستنوسيس والتاتالوجي اوف فاليو اورتيك ريجريجيتيشن ممكن يحصل في الحوالي من حوالين طبعا اللي هي سميحنا السب اوروتيك في اس دي اون ذا تشايلد هود اند از ريزلت اوف برولابس اوف ذا كورونري كاسبس
طبعا وتعمل اللي هي predominantly right predominant على الرايت into the VSD. ده اللي هو بتاعت الأورتيك ريجيتيشن الكابس نفسها بينزل لتحت وخاصة في الحالات اللي هي الصب أورتيك في اس دي. كمان بندل على دي في اس دي وتمشي سيرجيكال أو تمشي بروفلاكتيك على حسب اللي هي الحالة وتطور الحالة بتاعتها والديفولومنت طبعا وبرزيستنت بالمونر هايبرتنشن. طيب دكتور حاجة بيقول لك زي للصورة علشان كان في حد عايز شرح على الصورة. طيب هو هنا ده الفور تشامبرز دول ده الاتريوم خلاص وده الفنتريكل. اوكي هنا في ديفكت هو ده الفي اس دي مظبوط كده تمام يا عليا تمام. يقول لك 73 this toddler present to his GP presented to his GP for severe paroxysmal cough طبعا following الكروزين. الواد ده كان يعني جاي للجي بي بسيفير paroxysmal cough بعد كان ما جاله كروزر كده symptoms of fever مش عارف ايه كان فاضي بدا يجي لي paroxysmal cough بالظبط كده عشان طبعا الكونجيشن اللي موجود في الفيس واللي هو اللي تحت الايز كلها طبعا بيقول ان هو الواد ده بيخش في سبازمود الكف بيزود البريشر في اللي هو الابر هاف طبعا بيعمل اللي هو الكلام ده. طبعا الاتيولوجي اللي هو اسمها ايه بورتوديلا برتاس بورتوديلا وات از ذا تريتمنت طبعا اللي هو بتاع الاريثرومايس نعم ايوه الواد اللي هتعمل له اللي هو حاجه سبيسيفيك اللي هو انت بيتك بتاعها بقى انما انت يعني هتحط له اي اكسجين ومش عارف ايه وتعمل له الكلام اللي عليه ده. قال فعلا دي اسمها برتصص ودي اسمها بورتديلا برتصص ذا ايدنتيكال كلينيكال بيكتشر از ديو تو ذا بورتديلا بارا برتصص والبورتديلا برونكس اتكا ومش عارف الادينو فيروس والبارا انفلونزا فيروس سبوتس سيتال فيروس ده الديفينيشن دياجنوز بتاع البورتديلا برتصص. سبورتيف تريتمنت طبعا مينتنس اوف هايدريشن وفلويد طبعا ويز نيزوفانجيال ساكشن هو نيدد. البرتصص ديت بتبقى حوالي كاونت في حوالي 100% اللي احنا بنسميها 100 دي كاف يعني بتقعد حوالي بتبقى برونج بتبقى تقعد حوالي مثلا 3 شهور. النمونيا از يوجوال ديو تو سكندري بكتيريال انفيدرز طبعا ريزونبل از ريسبونسبل فور مور ذان 90% اوف ديسيس طبعا اندر ذا ايج اوف 3 سنين اللي هو بتاع البرتصص ده. الانسبيراتري ووب بيبقى موجود بس طبعا في الاطفال الصغار مش بيبقى موجود في الكبار بس اللي بيبقى موجود. السب كونجكتيفال هيمرج ار كومن ديورنج داب اللي هي الكافنج البروكسيزم الانتراسوراسيك بريشر رايز شارب لافكت ذا فينس ريتيرن تو ذا هارت سادن سيرج انتكابيل البروكسيزم في مي بي بورلي سبورتد سب كونجكتيفال فيزلز طبعا بتحصل لها بريديوس الالارم بريديوس الارم هيمرش. البورتديلا برتصص كان بي ايزوليتد فروم ميني يعني اس 90% من البيشنت يورينج ذا كاترال ستيج او الكاترال الكاترال ستيج اوف ذا ديزيز تقدر تشيل منها البورتديلا برتصص بات فروم نزان 50% دورينج البروسيس مالكاف. يبقى اثناء الكاترال ستيج تعزل البرتصص ده حوالي 90% من الحالات انما 50% بتبقى في حاجات اللي هي بتاعت البروكسيمال كاف. يبقى دي كانت برتصص والاورجانيزم اللي وصلها اللي هو بورتديلا برتصص طبعا والحاجات اللي انت تقدر تدي له سبورت في الديفينسوفرنجال وي وكنت تعمل له سيرجر على حسب تعمل له نيزوفرنجال سكشن از نيدد طبعا. وهي بيري نيزل سواب صح؟ تمام. ده بيقول لك كيس 74 this child presented with spontaneous bruising the platelet count can 10 otherwise without hepatosplenomegaly or lymphadenopathy. لما يجي يقول له without hepatosplenomegaly or lymphadenopathy طبعا يطلع هو ايه بقى اللي عمل ثرومبوسيتوبينيا اغلب حاجه اغلب الظن فعلا انتيبي. في كل الاحوال لازم تعمل سي بي سي وبلاد كاونت وبتاع ده وبلاد فيلم ولازم تعمل بولمارو اسبيريشن عشان خاطر لحسن تطلع لوكيميا. طب ما طلعتش لوكيميا لا عشان انت عشان الواد ده ممكن احتمال تديله فيوات استرويد فمش هينفع تدي استرويد طول ما انت مش عامل بون مارو.
طبعا. What is your acute management؟ والله هو لو مفهوش يعني على قد البروسيس مفهوش اكتب مفهوش اكتب بريدنج والكلام ده كله مش هل ماشي كونزرفاتيف لو هو في اكيوت هيمرج ولا الكلام ده كله هنديله ايه؟ بعمل له لو اللي عنده اي حاجه غير الاي قوم اعمل له وبعد كده الكونزرفاتيف مانجمنت صح؟ تمام. طيب ده اللي هو الاي تي بي باي اكسكلوجن ثرومبوسيتوبينيا اللي هي اللوكيميز diagnosis doubt مثلا no bone marrow examination is mandatory طبعا admit للهوسبيتال to establish the diagnosis reassurance that the family is a benign nature of condition طبعا reserve الاسترويد والانترفينس immunoglobulin for over the exam احنا قلنا بتخلي الاسترويد وبتخلي اللي هو ال IVIG للحاجات بتاعة ال over the bleeding الهيباتوس بولونوميجال والليمفادينوبس ار نوت فيتشرز اوف اي تي بي طبعا مهم جدا زي ما احنا كنا بنقول زمان لو لقيت سبلين يبقى مش اي تي بي ويا اما اي تي بي بس انت مش حاسه سبلين. البون مارو اكزامينيشن از مانداتري عشان طبعا ان اول كيسز بريسيومد اي تي بي حتى زي ما احنا قلنا حتى لو انت مش شاكك ما عندوش ليمفادينوبس والهيباتوس بولونوميجال وانت مش شاكك اللوكيميا علشان تبدا الاسترويد برضه لازما لان انت لو بدات استرويد بالدوز بتاعه الاي تي بي والعيان كان عنده لوكيميا الواد ده طبعا احصل له تيومر لايس سندروم 90% من الاكيوت اي تي بي سبونتينوس ريزوشن وسن 3 مانسس الريست الناس الكميه الثانيه اللي هم ال 10% دول ممكن يوصلوا لحد سن 6 شهور ممكن يكون اكتر من كده اللي احنا بنعتبرهم كرونيك اي تي بي. المورتاليتي بتاعتها بتاعت الشارلوت حوالي 1% وايلست سبلينكتومي is effective rising the platelet طبعا indicated in few وخلي بالك الايش بتاعها وهتديله الفاكسينز وهي البريكوشنز اللي انت بتعملها قبل العيال ان هم قبل ما تشيل لهم سبلين ده في حاجات معمول. طيب الاي في اي جي ذا تريتمنت اوف تشويس البوست تروما واللي هو البي اوبراتيف in the event of the intracranial hemorrhage following gingivitis دوت الواد لو عنده intracranial hemorrhage following should be performed. أول حاجة تعمل massive allogenic platelet transfusion. تعمل high dose of intravenous immunoglobulin. تعمل emergency splenectomy. طبعا كل الـ above measures reduce the mortality rate حوالي 50%. يبقى اللي هو بتاع الـ massive allogenic platelet دوت والـ high dose of intravenous immunoglobulin والـ emergency splenectomy بيقللوا لك الريديوس المورتاليتي ريت لحد حوالي 50% تقريبا في حالات اللي هو الاي تي بي. طيب كيس 75 يقول لك ذير از ميني الهندس دي بتاع التودلر ريسيفنج فروم ذا دي 14 ريسيفنج فروم 14 تي اوف اكوت فيبريل انس اسوشيتد كونجكتيفايتس الواد ده ذا هاند بتاعت عيل تودلر بقاله 14 يوم عنده اللي هو كوت فبراير انس وكونجكتيفيتس بولي فارنجيتس اند جينرايزد السيموتس ريش. What is the diagnosis? What is the important investigation? What is your treatment? البيلينج بتاع الاسكن بتاع الكاوساكي ده كاوساكي وهو بقاله 14 يوم وده اللي هو الكاوساكي السبيلينج بتاع الكاوساكي بيحصل بعدها بيحصل في الاسبوع الثاني فغالبا هو فعلا ثرومبوسيتوبينيا كمان تتاخر ثرومبوسيتوزس ثرومبوسيتوزس كمان تتاخر الامبورتنت انفستيجيشن لازم طبعا تعمل ايكو ولازم تعمل اس جي ولازم تعمل حاجات عشان اللي هو الاورت جروت دايلاتيشن او تمام. وات از ذا تريتمنت طبعا الاي في اي جي والاسبرين والحاجات دي ممتاز المساتيز. كاوازاكي ديزيز وسمك ميوكو كوتونيوس ليمفادينوبس سندروم او اللي احنا بنسميها ميوكو كوتونيوس ليمفادينوبس ايه كروس سيكشنال ايه صوتك بيقطع يا دكتور. الكاوازاكي ديزيز اللي هي الميوكو كوتينيوس ليمف نود سندروم
cross-sectional echocardiography for detection of the coronary artery lesion. طبعا الاسبرين بيتاخد في الاكيوت فيز، بعد كده الريديوس طبعا عشان خاطر للانتي بليتلت دوز بتاعته ممكن يتاخد الجاما جلوبينز انترفينس اللي هو الاي بي اي جي during the acute phase of the disease. الكوازاكي is an immunological mediated diffuse vasculitis، طبعا مش معروف of unknown etiology. The diagnosis طبعا made of 5 مع اللي هي الفيفر اللي هي اكتر من 5 ايام ومعها بقى 4 من الناس اللي جاية، يا اما يكون في conjunctival اللي هي non-burial injection او conjunctivitis non-burial conjunctivitis. الميوكوس ممبرين زي الاريسيما والفيشرنج والكراستنج اوف ذا ليبس والستروبيردان الارسيمة السراش واللنفادنوبوسي والتشينجز ان ذا اكستريميتس طبعا ليت اونست يعني تيجي في السكند اسبوع غالبا طبعا ان دوريشن اوف ذا هاند اوف ذا فيلين، بعد كده بيبقى فيه ارسيمة وبعد كده بيبقى فيه ديسكوميشن في الفينجرز وفي التيب في التوي تيبس. النتروفيلز الليكوسايتوزس والثرومبوسايتوزس برضه نفس الكلام بيحصلها في الاسبوع الثاني والهاي اي اس ار بات ذير از نو نيجاتيف كالتشر، ما فيش طبعا ما احناش عارفين السبب ايه، ما فيش ولا يعني كالتشر في الاورجانيزم ولا الكلام ده كله ولا حتى اوتو انتيبودز. الكاردك انفولفمنت رينجينج فروم بريكاردال افيوجن تو ذا كورونال ارتري انوريزم طبعا از ذا موست امبورتنت مانيفيستيشن اوف ذا ديزيز. من 10 ل 40% اوف كيسز ويل هاف اندوكاردوجرافيك ايفيدنس اوف كورونري فاسكولايتس، وطبعا حوالي وزين 2 ويكس اوف ذا انس يعني بعد اسبوعين من الانس من 10 ل 40% غالبا. هو كان بيقول اقل من 25% في التريتد واكتر شويه او من 15 ل 25% في الان تريتد ايا كان، هو انها قايل لك اللي هي من 10 ل 40% ممكن يحصل له كورونري مشاكل. الكورونري انفولفمنت اسوشيتد وذ ليكوسايتوزس وثرومبوسايتوزس لانه هو طبعا بيحصل متاخر في الاسبوع الثاني والثرومبوسايتوزس بيحصل في الاسبوع الثاني فغالبا بيبقى في اسوشيشن بينهم وبين بعض. طبعا الموست كورونري ليجنز ريجريس وذ جود بروجنوستيك فاكتور طبعا الايج لسن 1 ايه اغلب الحاجات بتريجريس في غالبا 1 سنه وبيبقى جود بروجنوستيك فاكتور كمان. فيز فورم انيوريزم والماكسيمم دايمتر للزان اللي هي 4 ملم. الكرنت انترفينس جاما جلوبولين ايفن جيفن ان روتين دايجنوزيس طبعا بندي 2 جرام لكل كيلو بنتخنهم حوالي تقريبا من 10 ل 12 ساعه او نقسمهم على 5 ايام على حسب اللي هو البروتوكول اللي انت ماشي عليه. وين جيفن ان ايرلي ديزيز بريفنت الكاردك انفولفمنت اند ايفن الليت ادميشن طبعا وبروفايدنج سام سيمتوماتيك ريليف ده اللي هو بتاع الاي في اي جي. طيب تمام تشتغل كم كيس خلاص كده احنا وصلنا للنهاية بتاعتنا التارجت بتاعنا صح؟ كده وصلنا ل 25. اشوفكم ان شاء الله صباحا فجر الصبح.